السلام عليكم، انا ميلودي، يا رب تكون بخير. الفيديو اليوم راح نتكلم على حدث جديد راح ينطيك كودات تقدر من خلال هاي الكودات تحصل على سكن وجوائز ثانيه، وهاي الكودات راح تكون خاصه، يعني كل لاعب راح يحصل على كودات فقط اليه راح يقدر يستخدمها داخل اللعبه. كذلك احب انوه على شغله جديده، ان شاء الله من الشهر القادم راح يبدي عندنا نظام جديد بالمجموعه مالتنا مال التليجرام، وراح تكون اكو رواتب شهرية للناس اللي متفائلة. فاذا تحب تكون ضمن هذا البرنامج قبل لا يبدي، وبنفس الوقت تدردش وتستفاد انه يكون عندك اصدقاء، وبنفس الوقت راح تحصل على جواهر شهرية مثل الراتب يكون لك دائم، فكل اللي عليك تسوي انه تدخل للتعليقات وتضغط على التعليق المثبت، راح تطلع لك مجموعتنا مال التليجرام تدخلها، ومبروك عليك، وان شاء الله تكون من المتفائلين واللي تحصلون جواهر. كذلك اللي يسألوني ميلودي وين نحصل افضل متجر، وين ما كنت انت فراح انطيك افضل متجر، افضل متجر وارخصهن واسرعهن، واللي يعطيك فاتورة حتى يضمن انه حسابك اذا طار تقدر ترجعه بكل سهولة هو متجر كازوها. اذا كنت خليجي فراح اترك لك رابط الموقع حتى تشحن من الموقع الخليجي او بقية الدول العربية، واذا كنت عراقي فراح اترك لك رابط قناة التليجرام حتى تقدر تشحن بكل اريحية. اما الان خلينا نقول الف مبروك للفائز بعجلة الحظ. إذا تريد تفوز بعجلة الحظ وتحصل على واحدة من جوائز العجلة، كل اللي عليك تسوي تحط لايك للفيديو وتشترك بالقناة وتعلق أي تعليق. يلا نصلي على حبيبنا محمد ونبلش الشرح. بسم الله نبدأ شرح الحدث. بالبداية راح تروح المتجر بلاي وتنزل VPN ماليزي، بعدها راح تفتح VPN وراح تدخل على الموقع اللي راح أترك لك إياه كذلك بالتعليق المثبت. أول ما راح تدخل الموقع راح تطلع لك هاي القائمة، على اليسار أكو بطاقة تيكت حتى تدخل سحب على جواهر، وعلى اليمين أكو سكين راح تقدر تحصله واللي هو سكين برونو. كل اللي عليك تسوي انه انت راح تنشر مقطعين، واني جربت الطريقة بنفسي. راح تدخل تنشر مقطع بالبداية يحمل الهاشتاج انشر صورة اي شيء المهم بحسابك، وراح تدخل على الخيار الثاني وكذلك انشر مقطع اي على اي شيء، المهم لازم تستخدم الكاميرا حتى يشتغل الفلتر، بالتالي راح تحصل على 20 نقطة. بمجرد ما انه انت حصلت على النقاط راح تضغط على الهدية اللي انت تريدها، ومباشرة راح ينطيك كود، راح تدخل اللعبة وتدخل الكود. المشاكل اللي ممكن تصير لك هي مشكلتين، المشكلة الاولى ممكن سكن برونو يتأخر ساعات حتى يطلع انه انت تقدر تستعيده، وهذا الشيء بسبب VPN والوقت. اما بالنسبة للمشكلة الثانية فاكو بعض البلدان راح يمنعهم من الاسترداد اللي ان حسابهم يكون ما يتأثر VPN، يعني حتى اذا تفتح VPN ما راح يعتبرك انت فاتح VPN من الاصل، فهذا الحساب راح يقول لك انه انت ما راح تقدر تسترد هذا الكود لان انت ما تابع لهاي الدولة، بس 80% من الحسابات راح تقدر تحصل على هاي الهديتين. للامانة انا فضلت انه تسترد 20 قطعة ذهبية مباشرة حتى تزيد فرصتك بالحصول على الجواهر، اما اذا انت تريد تقول انا اريد سكن برونو واحبه فكذلك راح تقدر تحصله بصورة مجانية. بالاضافة بهذا الفيديو راح اسوي فعالية حلوة وجديدة، واللي راح يفوز بالفعالية راح يحصل على 500 جوهرة. كل اللي عليك تسوي انه انت تكتب تعليق تقترح بي فكرة فيديو، يعني ان شاء الله الشهر القادم راح يكون عندي كله فري، كله عطلة ان شاء الله، فراح ابدي اسوي مقاطع اكثر، فانا محضر لكم مقاطع شرح على حدة ومقاطع احداث على حدة، بس اريد املي الايام الفارغة باحداث ومقاطع من افكاركم انتو، فاني ان شاء الله راح اقرأ التعليقات، اي تعليق اخذه واطبق الفكرة مالته راح يربح ويانا 500 جوهرة. ولما انه اللعبة نازلة مسوية سبام بالتحديثات لكل السكنات القديمة، فاخيرا وصل الدور لسكن سايبر اللاكي بوكس. طبعا هذا السكن راح تقدر تحصله بين ال 3500 وال 4000 نجمة اورورا او جوهرة، كذلك راح تحصل على هواية هدايا موجودة داخل العجلة، ابرزها ابطال وسكنات عادية ثانية. اما بالنسبة للسكن فطبعا السكن طوروه بطريقة كلش حلوة، وصار شكل السكن يشبه العاب البي سي بصورة عامة مثل جوست اوف توشيما او العاب السولز بصورة عامة. اتمنى تكونوا استفادتوا من المقطع، لا تنسوا تعملوا بلايك واشتراك، في امان الله.